مساء الخير عليكم. لقاءنا النهاردة معكم إن شاء الله من مكان مميز جدا جدا في الآثار الإسلامية، هو شارع الجمالية، شارع المؤرخين اختلفوا على اسمه. البعض منهم قال إن بينسب لأول وزير وأهم وزير فاطمي في مصر هو بدر الدين الجمالي، والبعض الآخر بينسبه لشخصية مهمة جدا نسبة للمنشأة الجميلة اللي على نص الشارع، منشأة جمال الدين الاستدار. يهمنا النهاردة نتكلم عن الشارع ونقول إنه بيحتوي على منشآت غاية في الجمال، منها أهم خنقوات موجودة في مصر. أولا الخنقاء اللي اتكلمنا هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله هي بيبرس الجاشنكير، لكن قبل ما نمر عليها ما ينفعش ننسى إن إحنا قدام أول وأقدم خنقاء موجودة في مصر، هي خنقاة سعيد السعدة، واللي كانت عبارة عن دار فاطمية لأحد الخدم الفاطميين اللي هو اسمه عنبر أو قنبر، لحد ما وصلنا للعصر الأيوبي وأخذها صلاح الدين عشان يعملها مكان مخصص للصوفية علشان يقضي من خلالهم على حاجة اسمها المذهب الشيعي، ويرسي مرة تانية ويعيد مصر لأحضان المذهب السني. هنعرف مع بعضنا يعني إيه كلمة خنقاة، وهنعرف كمان مين هو بيبرس الجاشنكير والمكان اللي أنشأ فيه خنقاته المهمة وعمارته اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. يلا بينا على خنقاة بيبرس. سلطاننا ركين ونائبنا دقين، يجي الماء منين؟ هاتولنا الأعرج يجي الماء يتدحرج. ايه حكاية الجملة دي بقى؟ ومين هو السلطان الركين والنائب الدقين ومين هو الأعرج اللي هيجي علشانه الماء يتدحرج؟ السلطان اللي بنتكلم عنه النهاردة هو السلطان اللي قاعد في حكم مصر مدة ما زادتش عن 9 شهور، سلطاننا اللي عمل منشأتنا اللي موجودين فيها النهاردة، السلطان بيبرس الجاشنكير. ايه حكاية بيبرس الجاشنكير؟ واحد من الامراء المماليك اللي خدموا عند اعظم اسرة حكمت مصر في العصر المملوكي، اسرة السلطان قلاوون. وبعد وفاة السلطان قلاوون جه من بعده ابن الاشرف خليل ثم ابنه الناصر محمد ابن قلاوون، وهنا بدأ يظهر دور جديد للسلطان اللي بنتكلم عنه النهاردة بيبرس الجاشنكير كشخصية قوية وسياسية في العصر المملوكي. كلنا عارفين واتكلمنا قبل كده كتير عن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، وقلنا انه حكم مصر 3 فترات متتالية. كان في اول فترة ليه 9 سنين طفل صغير ملوش شيء من الحكم، وتم لحد ما تم خلعه ومسك مكانه امير او سلطان جديد اسمه كتبغة، وجي من بعده سلطان تاني اسمه السلطان حسام الدين لاجين. لكن بعد فترة الناس نادت مرة تانية بعودة السلطان المحبوب بالنسبة لهم والاسرة القوية اللي بتحكمهم، وهو السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، ورجع للحكم بالفعل مرة تانية. وقتها كان عنده 14 سنة. استمر في الحكم لفترة طويلة لحد ما بدأت أمور البلاد تسوء وتطلع من إيديه، وظهر على الساحة أمراء تانيين أقوى منه في الوقت ده، ومنهم السلطان أو الأمير في الوقت ده بيبرس الجاشنكير، وأمير تاني اسمه الأمير سالار. وهم دول اللي بعد كده حبوا أنهم يتأمروا على الناصر محمد وياخدوا منه السلطة. لكن الناصر محمد لأنه خاف من خيانتهم حب أنه يهرب بنفسه، وبالفعل خرج في يوم من الأيام وقال أنه رايح يحج. راح على فعلا خارج البلاد، لكنه ما راحش على الحج، توجه لمكان تاني خالص هي بلاد الكرك، وارسل ليهم رساله ان هو بيتنازل عن الحكم لاي واحد منهم قوي يقدر يحكم الدوله. وهنا بدا النزاع يحضر بين 2 بس موجودين، هم الامير سالار والامير بيبرس الجاشنكير. ووقتها كان الامير سالار عنده رؤيه كبيره جدا ونظره سياسيه عميقه، ما حبش انه يظهر على الساحه لان ممكن يتم نزعه في وقت بسيط جدا، فقال لكل الامراء المحيطين به ان صديقي ده اولى بالحكم مني. صديقه طبعا في الوقت ده هو بيبرس الجاشنكير، وبدا بالفعل بيبرس الجاشنكير يحكم الدوله المصريه وبلاد الشام، وخد سلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير انه يحكم مصر كلها، واستمر بالفعل في الحكم لمده 9 شهور فقط. في الوقت ده كان النائب بتاعه هو الامير سالار. هنا قال الناس بالفعل المقوله اللي قلنا عليها في البدايه، ان سلطان ركين ملوش في الامر شيء، سلطان غلبان قوي ما بيعرفش يحكم الدوله. اما النائب الركين او النائب الدقين هو النائب الامير سالار. دقين ليه؟ لان ما كانش بيطلع له دقن، فكانوا بيتريقوا عليه. فهيجي الماء منين؟ هاتولنا الاعرج، كان بيقصده في الوقت ده انه يتم دعوه الناصر محمد بن قلاوون مره ثانيه للحكم. وبالفعل بعد ما حكم
ببرس الجاشنكير لتسع سنوات لتسع شهور، الناس نادت بعد كده بعوده الناصر محمد بن قلاون، وده اللي دفعه ان يرجع من بلاد الكرك عشان يحكم مصر مره ثانيه، واللي استمر في الحكم ده في الفتره دي حوالي 32 سنه. بكده انتهت فتره حكم بسيطه جدا للسلطان بيبرس الجاشنكير. وبيبرس الجاشنكير هو لقب، جاشنكير ده كلمه معناها متذوق طعام السلطان، يعني السلطان ما ينفعش يذوق الطعام الا لما الجاشنكير يذوق الاول عشان يعرف اذا كان في سموم او لا بيقدر يكتشفها. دي كانت وظيفته الاهم اللي وصل ليها. كمان بيبرس الجاشنكير مسك منصب تاني كان مهم جدا في الدوله المملوكيه، وهو منصب الاستدار. والاستدار هو المشرف العام على الامور السلطانيه في القصر، يعني مسك منصب الاستدار ومنصب الجاشنكير لحد ما وصل بعد كده للقبه الاهم ومكانه الاهم، وهو سلطان مصر، اللي احدث في عهده حاجات كتير جدا ومشاكل كتير جدا اثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بسبب طبعا جفاف لماء النيل، وكمان معركه كبيره جدا كانت حدثت بينه وبين بعض اعدائه اللي هجموا على بلاد الشام وقدر ان هو ينتصر فيها، لكنه في النهايه ما قدرش يسيطر على الامور السياسيه، لاضطر في الاخر المصريين يدعوا للناصر محمد بن قلاون للعوده، وبالفعل رجع مره تانية وخد حكمه وسيطر على الحكم اللي استمر 32 سنه متتاليه. ايه بقى حكايه المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده وقصه خنقات بيبرس الجاشنكير او خنقات الحمام؟ الخنقه دي في اصلها مكان له قيمه تاريخيه كبيره جدا حتى من قبل ما نوصل للعصر المملوكي اللي عمل فيه بيبرس الجاشنكير المنشاه دي. امال بيرجع لامتى بقى؟ الكلام ده بيرجع لاكثر من 1000 سنه مع بدايه دوله اسمها الدوله الفاطميه الشيعيه في مصر. وهنا كان في مكان خاص بالحكم اسمه دار الوزاره الفاطميه. المكان اللي اتحكمت فيه مصر لمده طويله جدا بدايه من العصر الفاطمي وصولا لعهد الكامل محمد ابن العادل ابو بكر اخو السلطان صلاح الدين الايوبي، اللي انشا بعد كده او اتم بناء قلعه صلاح الدين واتنقل ليها الحكم مره ثانيه. يعني المكان اللي احنا فيه كان عباره عن مقر الحكم الفاطميين الشيعه، ومن بعدهم صلاح الدين وبعد كده اخوه العادل وابنائه العزيز عثمان وغيرهم لحد ما تم بناء القلعه واتنقل المكان. بعد كده تم هدم الاماكن واندثر اجزاء كتير جدا من التراث الفاطمي، حتى القصور الفاطميه نفسها اللي كان بيسكن فيها الخليفه كلها تقريبا اندثرت واتعمل عليها منشات جديده. ومن ضمن المنشات الجديده اللي اتعملت في احد العصور التاليه ليهم وعصر المماليك البحريه هي منشاه بيبرس الجاشنكير اللي احنا موجودين فيها النهارده، او الخنقاء اللي بنتكلم عنها. هدموا الاماكن القديمه اللي كان محلها دار الوزاره الفاطميه، بعد كده كانت دار اسمها دار الانماط، وخليفه بعد كده او وزير اسمه الخليفه او الوزير العضد هدمها بيبرس الجاشنكير وبدا يبني المنشاه بتاعته. والغريب هنا انه ما انشاش المنشاه دي هو سلطان، ده كان لسه امير بدا انشاها في عهد الناصر محمد واتم بنائها بعد كده اثناء فتره حكمه. من الجدير بالذكر كمان ان السلطان بيبرس الجاشنكير مش بس انشا المنشاه اللي احنا موجودين فيها او الخنقاه، لكن ليه منشات مهمه جدا او بعض الاعمار والترميم اللي عمله في منشات كتير. طبعا بعد ما تم اندثار بسبب زلزال حصل سنه 702 هجريه في مآذن كتير جدا في مصر تم وقعها واندثارها وكتير جدا من الجوامع والمدارس، فهنا بدا الامراء المماليك يقسموا الفكره عليهم ان كل امير بياخد مجموعه من المنشات دي ويرممها هو على تكلفته الخاصه وتنسب ليه بعد كده. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي عملها بناء قمه مأذنه الجامع الحاكمي اللي عمله بيبرس الجاشنكير بعد الزلزال. لكن نرجع نتكلم بعد كده عن الخنقاه. الخنقاه دي زي ما قلنا في البدايه وفي المقدمه بتاعتنا اتكلمنا عنها بشكل مختصر، قلنا انها مكان مخصص للطلبه الصوفيه. طب ايه حكايه التصوف اللي بنتكلم عنه النهارده بشكل مختصر من الناحيه التاريخيه؟ التصوف بدا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابه نفسهم بيتبعوا مبدا الزهد، ان انا بنشغل بالدنيا وفي نفس الوقت بنشغل بالاخره، ما بتشغلنيش الدنيا عن الاخره. يعني زهد شويه في العمل. وفكره لبس الصوف من شكل من اشكال الزهد. اتطور بشكل اكبر شويه ودخلنا في عصور متتاليه وظل بياخد الشكل الايجابي الكويس بتاعه، ان انا ليا وقت لعملي عملي الدنيوي وليا وقت تاني للعباده. لكن وصلنا في العصر المملوكي خد شكل سلبي كبير جدا، وهو فكره التكايه اللي ظهرت بعد كده كمان. ايه الفكره اللي ظهرت هنا؟ ان المتصوف اصبح كل دوره انه عايز يقيم في منشاه علشان ينفق عليه من السلطان او الوقف الموجود عند المنشاه دي. انا كراجل مش عايز اشتغل بروح اقعد في الخنقاه دي، بدعي التصوف ان انا طالب من الطلبه الصوفيه وانضم للمدرسه دي او للخنقاه وابتدي ادرس واتعلم فيها واسكن في الخلاوه اللي هنتكلم عنها ونشوفها مع بعضنا. بيجي الطالب هنا بيتقدم للشيخ بتاعه
شيخ الخنقاه نفسها او الامام بتاعها ويروح قدامه ويتقدم ليه بيقرا الفاتحه سوره الاخلاص وقول ربنا سبحانه وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله الى اخر الايه. ساعتها اصبح طالب من الطلبه الصوفيه اللي بتنفق عليه الدوله انفاق كامل، سواء من السكن او الاقامه او الاكل او الملابس بتاعته اللي بتنفق طبعا ملابس صيفيه وشتويه. كده اصبح طالب متصوف مقيم في المكان. وهنا ظهر للاسف الشكل السلبي للتصوف في مصر هنا، على العكس تماما كان موجود في بعض البلاد المصريه او البلاد العربيه في المشرق الاسلامي بتاخد الشكل الايجابي. في حاجه اسمها الرباط، وهنا على فكره كان موجود رباط موجود او ملحق بالمكان عباره عن حصن او مكان بحتمي فيه اثناء المعارك. فكانت بتاخد الشكل الايجابي في ايه؟ ان انا ليا وقت للعمل، ليا وقت للدفاع عن الدوله، وليا وقت للعباده. وده اللي كان موجود، لكنه للاسف في مصر في العصر المملوكي وصل لشكل سلبي جدا وتطور بشكل اكثر سلبيه في العصر العثماني اللي ظهر فيه فكره التكاية اللي بتنفق تماما على العاملين بالمكان. دي كانت النبذه المختصره على الخنقاه. هنتكلم كمان عن شكل مختصر جدا باذن الله عن وصفنا المعماري والجمال اللي احنا موجودين فيه النهارده. معاكم، تابعونا. بعد ما اتكلمنا باختصار عن خنقاه بيبرس الجاشنكير وعن تاريخها، جه الوقت اللي نتكلم فيه في الختام عن الوصف المعماري للمنشاه. دلوقتي احنا واقفين مع حضراتكم قدام الواجهه الرئيسيه للمنشاه، وهي الواجهه الشماليه الغربيه، الواجهه اللي بيتوسطها المدخل الرئيسي، مدخل ضخم جدا بيتوسطه مصراعين من الخشب المكثف بالنحاس. من الجدير بالذكر كمان نقول ان الواجهه دي في النص الانشائي اللي موجود خارجيا كان في مكان بيوثق انشاء بيبرس الجاشنكير لهذه المنشاه، لكن بعد ما رجع الناصر محمد مرة ثانية للمكان أو للحكم حب أنه يخفي آثار بيبرس الجاشنكير فأزال اسمه من المكان اللي احنا شايفينه دوت. وده كان بيعتبر تزوير تاريخي تاني، نفس تقريبا الكلام اللي حصل قبل كده في قبة الصخرة في فكرة التزوير التاريخي. هنكمل دخول إن شاء الله معانا للمنشأة وهندخل مباشرة على بيبرس الجاشنكير. بنقابل أول حاجة عند دخولنا المصراعين الخشبيين الجمال جدا المكفتين بالنحاس، بتوصلونا بعد كده لحتة تانية وهي العتبة الرئيسية اللي موجودة. والجميل هنا ان احنا بنذكر فكرة التأثر بين العمارة الإسلامية والعمائر القديمة لمصر الإسلامية، سواء مصر الإسلامية أو الفرعونية. وهنا معانا عتب رخامي أو عتب من الجرانيت الجميل جدا بيرجع لعصور قديمة. والنص اللي موجود تحت هنا طبعا بيكون فيه بعض الكتابات الصوفية وكتابات بتشكر في فكرة أو علم الصوفية نفسها. بندخل بعد كده للدركاه اللي احنا موجودين فيها النهاردة. والدركاه هي كلمة بتعني المدخل، عبارة عن مكان مربع بيتقدم فكره الدهليز او الممر. هنلاحظ على شمالنا هنا مباشره ان فيه باب بيؤدي لحاجه اسمها القبه الضريحيه. يبقى الخنقاه بتاعتنا ملحق بها قبه ضريحيه، القبه الضريحيه هي مكان الدفن. مين اللي مدفون هنا؟ شايفين قدامنا طبعا لوحه بتوضح اسم امام العارفين الشيخ محمد امين البغدادي. طب مين دوت؟ ده كان اخر استاذ من الصوفيه اللي علمه في خنقاه بيبرس الجاشنكير. كمان بيبرس الجاشنكير نفسه تم نقل جثمانه بعد كده بعد ما دفن في منطقه في القلعه الى ان تم وضعه في المنشاه الخاصه به. هنكمل دخولنا للمكان وكده دخلنا على الدهليز، والدهليز هي كلمه معناها الممر. من هنا نقدر نشوف القبه الضريحيه كمان من الخارج، وده المكان او الضريح اللي موجود داخل المنشاه. نقدر نقرب منه ونشوفه اكتر ونتنقل بعد كده لمكان تاني وهو الدهليز اللي هيؤدي بينا للمنشاه نفسها من الداخل. دخلنا في الممر الكبير، وزي ما بنشوف مع بعضنا في كل الممرات الاسلاميه في حاجه اسمها عنصر معماري بيسمى الملقف. ملاقف الهواء كانت عنصر قديم جدا من العصور الفارسيه، استخدها بعد كده المسلمين وبدأوا يطوروا في اشكالها وانماطها المعماريه. هنلاحظ ان كان في منشآت في مصر ظهر فيها ملقفين من الهواء زي مجموعه الظاهر البرقوق. في اماكن قديمه جدا كان من اهم الاماكن اللي ظهر فيها كمان ملقف الهوائيه او من اقدم الاماكن الاسلاميه مدرسه السلطان الكامل محمد. دخلنا بعد كده على صحن المنشأة وهنتكلم عن الوصف المعماري سريعا، وهو ان المنشأة بتتكون من صحن اوسط واربع ايوانات محيطه بها. النظام الايواني نظام قديم كان موجود في المدارس الاسلاميه وكمان في الخنقوات. طب ايه دور الايوانات وايه دور الصحن؟ الصحن عباره عن مكان اوسط بيكون دوره في الاماكن اللي زي هنا الاضاءه والتهويه. في بعض الاماكن الثانيه في العماره الاسلاميه زي المساجد الكبيره بيكون دوره ان احنا كمسلمين في فكره العقيده ان احنا بتصلي صلوات الجمعه او الصلوات الكبرى زي الاعياد وغيرها في الساحات المفتوحه، فوفر لداخل المنشاه ساحه كمان مفتوحه عشان تقدر تصلي فيها صلوات الجمعه الكبرى.
هنبص هنا هنلاقي ان في كمان موجود معانا نموذج جميل جدا عباره عن مزوله. المزوله كان بيها لها دور كبير في معرفه الساعه وبعض الاجزاء الاخرى من الشمس وغيرها. هنتوجه بعد كده نشوف التقسيمه المعماريه. قلنا ان الصحن الاوسط والاربع ايوانات دايما بيكون الايوان الكبير هو الايوان الرئيسي واللي بيختص باهم المذاهب الفقهيه كمان لما اكون بتدرس فيها واكبر عدد من الطلبه. يعني على سبيل المثال لو عندي 100 طالب بيكون الايوان الرئيسي فيه 50 والايوان المقابل 25 والايوانات الجانبيه كل ايوان 25 من الطلاب او اقل. بنبص هنا كمان هنلاقي الاماكن المرتفعه اللي معانا دي اللي الحمام بيسكنها حاليا دي كانت عباره عن اماكن اسمها خلاوي الطلبه. ايه هي حكايه الخلاوي؟ الخلاوي عباره عن حجره صغيره مخصصه للطلبه الصوفيه اللي بيقيموا او بيسكنوا فيها. لان احنا زي ما قلنا ان الطالب الصوفي بيدخل المدرسه بيكون كل دوره انه يتعبد ويتعلم بس، اي حاجه تانية ما بيكونش مطالب منه انه يشتغل او يؤدي اي خدمه. وبكده نكون اتكلمنا باختصار شديد جدا وبشكل سريع عن نموذج فريد جدا في العماره الاسلاميه، نموذج غايه في الجمال، نموذج ليه احداث تاريخيه مهمه جدا اسمه خانقات بيبرس الجاشنكي.